انطلقت بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولية وتقام المنافسات بمشاركة 58 دولة على مدار ثلاثة أيام حتى 29 من يناير الجاري وسط استعدادات وتجهيزات كبيره شهدت الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي انطلاق منافسات بطوله الدوري العالمي للكاراتيه في الفتره من 27 الى 29 من يناير الجاري في بدايه 23 كانت اول حاجه في الاتحاد الدولي هو اقامه الدوري العالمي البرايما ليك على ارض مصر البرايما ليك ده عباره عن اعلى تصنيف ل 32 لاعب او مركز على مستوى العالم في كل الموازين انا عندي 10 موازين خمسه بنين في الكوميتي وخمسه البنات وعندي ايفنتين للكاتا فردي بنين وبنات يعني 12 ايفنت اعلى 32 في ال 12 مسابقه دول هو اسمه البرايمر ليج هذه المنافسات الدوليه هي مؤهلات للبطوله الدوليه هنا يعني اللاعبين يجمعوا نقاط الرانكينج يعني للتأهيل يجمعوا نقاط باش يشاركوا في في بطولة العالم وتشهد منافسات بريمير ليج القاهرة مشاركة كبيرة من مختلف الدول حول العالم حيث قام بالتسجيل في البطولة أكثر من 430 لاعبا ولاعبة وهو عدد كبير في أول بطولات السلسلة العالمية في موسم 2023 نتيجة النجاح اللي تم من خلال التنظيم المتميز اللي شهده الاتحاد الدولي فكان طبعا نصيب مصر أنها تنظم البريمير ليج 23 وان شاء الله طبعا احنا يعني في مناقشات الان تمت آه لإن آه ان شاء الله استضافه مصر لاحد بطولات العالم سواء الكبار او الناشئين آه والشباب. طبعا عندنا جهاز فني على اعلى مستوى ومدربين على اعلى مستوى كانوا داخلين معسكر مغلق آه لاستعداد للبطوله فالحمد لله معظم اللاعبين عندهم رانك عالمي فاحنا من اوائل اوائل التصنيف يعني فالحمد لله في معسكر مغلق كان قبل البطوله. تعتبر هذه البطوله اهم حدث دوري في عالم الكاراتيه حيث تشهد مشاركة أفضل لاعبي الكاراتيه في العالم ومنذ انطلاق هذه البطولة ويحقق الدور العالمي تقدما كبيرا من حيث حجم وحالة البطولة بالإضافة إلى عدد المشاركين والدول الممثلة أحمد الحسيني التلفزيون المصري